سيادة الوكيل، يعني كلام حضرتك عن الإرادة والرغبة والنية والهدف هيخليني أسأل، مين أكتر تحس إن هو راغب في إن هو يعمل على إيجاد حلول، البرلمان ولا الحكومة؟ البرلمان طبعا، البرلمان طبعا ده بلا شك يعني. بدون ذكر الأسماء، كم وزير تتمنى أن لا يكون موجود؟ انا لا هسميها اقاله ولا استقاله، كم وزير تتمنى ان هو يكون ما يكونش موجود يجي غيره؟ يعني هتقف العموم، كل وزير تخش له قرارات وطلبات مش قادر يمضيها يروح، مش قادر يمضيها يروح. كم وزير؟ انا بقول يمضي بقى، يعني يعني يمضي يا لا، عشان برضو يعني ليه ولا لا ليه، عشان ترجع للدايره. مش للدايره، انا بتكلم في قرارات تمس المواطنين. هقول لحضرتك حاجه، لازم برضو نتكلم ونفرق، الناس كلها شايفه ان حل مشكلاتنا بين موارد ماليه، توفير اعتمادات، الكلام ده مش مظبوط. حضرتك في جزء من حل هذه المشاكل قرارات وتنظيم. لو انت عملت خرديت قرار هتحل مشكله، ده انت النهارده ممكن تعدي قرار تحل مشكله وتحصل موارد تحل بيها العجز اللي عندك. لا لا، محتاجة محتاجة يعني وزراء كتير يعني تتمنى ان هم ما يكونوش موجودين. والله بص يا فندم، كل وزير مش قادر يعني يأدي يتفضل، بس ما عندناش شجاعة، احنا ما عندناش وزير قدم استقالته. ولا انتوا تقدمتوا بطلب لسحب الثقة؟ لا، احنا عندنا في ناس كتيرة جدا، يعني احنا بنهد فيهم شوية نقول لهم لسه الأمور جاية. لكن هو يعني أنا وجهة نظري في بعض الوزراء يعني استياء كبير جدا، وانا بقول لحضرتك بعد العيد ممكن او في الجلسات القادمه ممكن يتقدم البرلمان بسحب الثقه من الوزير. اكثر القوانين اللي تتمنى ان يتم انجازه امبارح قبل دلوقتي؟ الاداره المحليه. الاداره المحليه طبعا.